المرسلين سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أتشرف باسمي وباسم المعهد العربي للتخطيط ونيابة عن مديره العام الدكتور بدر مار الله أن أتقدم لكم بالتحية والأمنيات لهذه الفعالية الهامة، وأتمنى أن تكلل بالنجاح. الحضور الكريم، يعتبر الإبداع والابتكار والتكنولوجيا من أهم العوامل المحددة للنمو الاقتصادي المستدام، ومفسرا أساسيا الفروقات التنموية التي نشهدها بين الدول المتقدمة والنامية، وهو أيضا محدد قوي لقدرة الدول النامية على سد الفجوة التنموية وتسريع اللحاق بها. فقد برهنت مختلف الدراسات التطبيقية وتجارب الدول على أن الابتكار دورا أساسي في تحفيز واستدامة النمو الاقتصادي من خلال آثاره الإيجابية المباشرة على مستويات الإنتاجية وتكلفة الإنتاج، وآثاره غير المباشرة أيضا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسي ونوعية الحياة. فعندما ننظر في التجارب الحديثة للدول النامية عبر العالم، يتضح أن عدد قليل منها فقط استطاع أن يجسر الفجوة الدخل مع الدول المتقدمة من خلال تسريع وتيرة الإنتاجية بفضل الاستثمار في رأس المال المادي والبشري، وخاصة تطوير القدرات في مجال النقل وتوطين التقالب، في حين لم تتمكن بقية الدول من تحقيق القدر الكافي من التطور التكنولوجي إلا من خلال نقلها مباشرة من الخارج دون تطويرها وتوطينها محليا. وفي هذا الصدد، يتأكد أن انتقال الدول من دول مستوردة للتكنولوجيا الجاهزة إلى دول منتجة ومصدرة لها يتطلب خطط منضبطة ومتدرجة لتوطين هذه التكنولوجيا أولا، ثم تطويرها ذاتيا، ثم المساهمة في نشرها وتعميمها أخيرا. وتزداد هذه المهمة صعوبة على الدول النامية في ضوء تسارع التطور التكنولوجي خلال الفترة السابقة التي توجت بالثورة الصناعية الرابعة، بدءا بالحاسوب والإنترنت وصولا إلى الذكاء الاصطناعي والمنتجات الذكية، التي للأسف سوف تغير مرة أخرى قواعد الإنتاج والتشغيل والترتيبات التنافسية بين الدول، مما سوف يصعب عملية الالتحاق بالدول المتقدمة. وترتبط قدرات الدول في مجال التقانة والإبداع بعدد من الممكنات والشروط المسبقة ذات العلاقة، التي نذكر منها تحسين جودة التعليم والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والتطوير وربطهما بالنشاط الإنتاجي، إضافة إلى قضايا تحسين بيئة الأعمال والريادة وتقوية آليات المنافسة المحلية وتشجيع القطاع الخاص نحو النشاط الإنتاجي، وتحسين القدرة على جذب الاستثمارات المباشرة في الأنشطة الإنتاجية ذات المحتوى التقني والمعرفي المرتفع. استنادا إلى نتائج مؤشر الابتكار والتكنولوجيا العام 2023 الذي تصدره منظمة الأنكتاد، فإنه من المتوقع أن ترتفع قيمة منتجات التكنولوجيا الرائدة من 1526 مليار دولار سنة 2020 إلى أكثر من 9500 مليار دولار سنة 2030. كما يتوقع التقرير أن ترتفع نسبة منتجات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والسيارات الذكية من 63% من هذه المنتجات سنة 2020 إلى أكثر من 73% سنة 2030. إن أغلب الدول العربية لم تصل بعد إلى مستوى متقدم في توطين التقانة المتقدمة، بالرغم أن عددا منها خاصة الدول الخليجية توفر بيئة ومستويات استعمال مرتفعة لهذه التقانات. وبناء على نتائج نفس المؤشر، فقد جاء أداء الدول العربية متفاوتا للغاية، وجاء معظمها مصنفا في الثلث الثاني من ترتيب الدول في هذا المؤشر من إجمالي 66 دولة. وقد تصدرت دولة الإمارات العربية في هذا الإصدار في المرتبة 37، في حين جاءت السعودية في المرتبة 47 والكويت في المرتبة 51، وهي آخر الدول الخليجية. ويعود سبب هذا التفاوت إلى الكثير من العوامل، أهمها القيود الهيكلية المتعلقة بنوعية الهياكل الإنتاجية واستمرار ارتباطها بالمواد الطبيعية بالأساس، بالإضافة إلى الحاجة إلى مراجعة الاستراتيجيات الحالية لتضع الابتكار والإنتاجية وجودة التعليم والبحث العلمي والتطوير موقع الصدارة. ولا بد في هذا الإطار من الإشارة إلى تداعيات جائحة كوفيد 2019 التي أكدت مرة أخرى على هشاشة وعدم جاهزية الأنظمة الصحية واللوجستية والتكنولوجية في مواجهتها في معظم الدول. في المقابل، وجدت الدول ذات الجاهزية التكنولوجية المتقدمة نفسها قادرة على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة من خلال تسريع الانتقال الرقمي وتعزيز التجارة الإلكترونية واعتماد العمالة العنبل وخلق مزيد من الوظائف ذات الصلة بتلك المجالات،
مما يسمح بتعزيز إنتاجية العديد من القطاعات والأنشطة والاستفادة من الواقع الجديد الذي أنتجته هذه الأزمة. في ضوء هذه الاستنتاجات، يمكننا التأكيد أن عدد الدول الراغبة في تحقيق الانتقال إلى مستويات وأنماط إنتاجية وتنموية قائمة على المعرفة والابتكار تلعب فيها ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أدوار أخرى غير استيفاء الطلب الاستهلاكي النهائي. كما ينبغي على الدول أن تبادر بتنفيذ حزم متناسقة وذكية من السياسات للتدخل بهدف تعديل وإعادة توجيه مسار التنمية فيها وإحداث التغييرات الضرورية في ممكنات الاستثمار والنمو وتغيير توجهات القطاع الخاص ورواد الأعمال نحو الأنشطة المنتجة ذات المحتوى التقني المرتفع، بما يتطلب ذلك من إعادة بناء منظومة الحوافز في الدولة سواء كانت حوافز مالية، نقدية أو فنية أو تشريعية أو إجرائية، بحيث تنتقل تلك الدول تدريجياً من اقتصادات تعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصادات تعتمد على المعرفة والابتكار. نود التأكيد في هذا الإطار بأن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية متخصصة يواصل عمله في تقديم الدعم الإنمائي لكل الدول العربية في المجالات الحيوية، سواء من خلال برامجه التدريبية المتخصصة أو من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وتنظيم الملتقيات التنموية التي تواكب المتغيرات المعاصرة وتساهم بدورها في بناء اقتصادات عربية قائمة على المعرفة. في الختام، أجدد الشكر والتقدير لحضراتكم ولكل من ساهم وشارك في تنظيم هذا المؤتمر المتميز، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.